مقبلين على بطولة غالية جدا، راح مبارياتها راح تلعب يوم الخميس طبعا، اللقاء سيذاع يوم الأربعاء، هذه الجزئية الخاصة بمسابقة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، نعتبرها هي أغلى البطولات وأغلى الكؤوس. ماذا تقول بهذه المناسبة أبو فارس؟ والله أقول يعني هذه يعني كأس صاحب السمو رئيس الدولة كأس يعني عزيز، و يعني كان واحدا من اقتراحاتي في الماضي ان يكون يعني تكون كاس صاحب سمو رئيس الدوله. انا سعيد حقيقه يعني ان يعني يوضع هذا الكاس لان التنافس عليه وحياس شرف لمن يحوزه. لا لي شيء الا اننا يعني حقيقه احنا في الامارات وجدنا هذه المسيرة الخيرة وهذه القيادة يعني عفوا هذه القيادة التي يعني ترعانا رعاية إنسانية رفيعة المستوى، لن أقول أبوية ولن أقول أخوية، هي أكثر من ذلك، يعني هي حقيقة يعني علاقة بين يعني حاكم وحكومة ولكن بشكل فريق عمل. يعني نحن اليوم على سبيل المثال إنجازات حكامنا هي إنجازات شعبنا، يعني تلاحمنا هذا هو الذي يحقق لنا هذا إيش يعني الفخر. اليوم أنا مطلع صورة على تويتر الربيع الإماراتي، صورة جميلة جدا، الورود والزهور والعمارات يعني البراقة، وأقول أن هذا هو الربيع إيش؟ هذا الربيع، هذا الربيع الإماراتي. فنحن حقيقة يعني في عمر يعني قصير جدا قفزت دولتنا إلى التنافسية العالمية. لما تتكلم عن أرقام وتنافس فيها دول لها سجل في التنافسية العالمية وتجد أن إحنا حققنا رقم مثلا يعني في السعادة رقم يعتز فيه، وفي الرفاهية وفي يعني الأمن وفي الصحة وفي التعليم، هذه كلها يعني تستحق منا حقيقة أن نشكر هذه القيادة على حزمها وعلى توجهها وعلى رعايتها. ولهذا يعني الاحتفاء بالكاس يعني أو الاحتفال بكاس صاحب سمو رئيس الدولة وخلق دوري له حقيقة هذا أقل ما يعني يعبر عن امتناننا إحنا كشعب لصاحب السمو رئيس الدولة. أنا في اعتقادي يعني حتى جماهيريا علينا أن نكون إيش أكثر وجود في حضور في هذه المباريات، وحتى الزخم الإعلامي يجب أن يكون إيش زخما يعني كافيا ومغطي لهذا الحدث، وحتى من حيث الأهمية يعني ككاس ينبغي أن يكون إيش حتى أكبر عن حياسته، أكبر عن الدوري العادي كقيمة صحيح كقيمة يعني صحيح. فبالتالي نحن يعني نتمنى إن شاء الله أن يكون يعني هذا الموسم بإذن الله تعالى يعني موسم نشط وموسم نشوف فيه إن شاء الله يعني لعب رفيع المستوى إن شاء الله ومنافسات ما يعني يشوش فيها أي حد من لا من جمهور ولا من لاعبين ولا من طاقم يعني تحكيم. على سبيل المثال يعني احنا شفنا بعض المباريات مع الأسف، أنا شفت مباراة فيها الحكم يعني انتهت المباراة يروح عند مثلا شخص معترض ما كان ينبغي عليه أن يعني حدثت إشكالية كان بإمكان الحكم أن يكون إيش بعيد عنها. فنحن أنت تقصد إداري عجمان والحكم اللي إيه لاحظت يعني أنه صحيح. الحكم سار للشخص الإداري، خلصت المباراة أروح مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ الحرس اللي يهميك وروح يعني صحيح. لا تستفزوا ولا إيش تدخلوا في حتى في نقاش ولا في حوار صحيح. نحن نبقي في النهاية يعني نريد الـ 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 الصورة المنقولة على التلفاز عندنا عن مبارياتنا مشرفة فيها يعني الفائز فرحان و
الخسران يقول الفايز مبروك، والفايز يقول الخسران هارد لك. هذه الروح الرياضيه يعني ما هي الروح الرياضيه؟ فنرجو ان نرى الروح الرياضيه في بطوله صاحب سمو رئيس الدوله في اسمى معانيها.